صباح الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتحياتي لصديقي العزيز خالد الاتربي. انا وصديقك العزيز خالد الاتربي ومعانا امه لا اله الا الله، عايزينك تطمنا على الاجواء والكواليس عندك عامله ازاي، وطبعا الكلام لازم يشمل الحاله النفسيه والمعنويه، وبرضه لو هتحب تتطرق معانا كده للقاء والصوره اللي احنا شفناها من دقائق ماضيه، لقاء بيتسو موسيماني وهانس فليك المدير الفني لبايرن ميونخ. اتفضل يا امين. بالظبط، يعني خليني اقول لك ان الاجواء اكثر من رائعه في الحقيقه هنا في المونديال، وقبل يعني 24 ساعه تحديدا من مباراه الاهلي وبايرن، هذه المباراه المرتقبه اللي بينتظرها الملايين والملايين من متابعي الكره العالميه وبالتحديد الاهلاويه في كل مكان، مباراه على المستوى الرسمي مع فريق اوروبي، حاجه كانت منتظره وحاجه ما حصلتش تقريبا قبل كده، ان فريق مصري لاعب فريق اوروبي في بطوله عالميه وبطوله معتمده من الاتحاد الدولي لكره القدم، فهو في حد ذاته ده حدث مهم جدا بالنسبه لنا كلنا، بنعيش اجواء اكثر من رائعه هنا في المونديال. لكن في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، الاهلي فريق كبير وتاريخ عظيم بكل تأكيد واسمه يكفي، لكن عندنا كمان لعيبه رجاله باذن الله يقدروا يعني يسعدوا جماهير النادي الاهلي من خلال مواجهه تكون قويه واداء يكون مميز باذن الله في هذه المباراه. لكن خليني اقول لك كل الاجواء اللي بتتعلق برحله النادي الاهلي هنا تحديدا وقبل مباراه البايرن، النهارده البرنامج كان مليء وجدول النادي الاهلي كان مزدحم بخصوص بعض المواعيد الهامه، بالتحديد منذ بدايه هذا اليوم كان في الاجتماع الفني الخاص بالمباراه واللي خلاص تم الاستقرار عليه بشكل رسمي على كل الجوانب اللي تتعلق بمباراه الغد، كان اجتماع فني ما بين مسؤولي الاهلي ومسؤولي البايرن ومسؤولي الاتحاد الدولي، تم الاستقرار، الاهلي خلاص بشكل رسمي هيلبس الزي الاحمر، الشورت هيكون او التيشيرت احمر، الشورت هيكون اسود والشراب هيكون احمر، في المقابل فريق البايرن هيلبس ابيض فابيض فابيض. المباراه تعتبر هي مباراه النادي الاهلي، هو الفريق ايه في هذه المباراه، محمد الشناوي هيلبس الزي الاصفر بالكامل، تم الاتفاق كمان على وصول النادي الاهلي لملعب المباراه بالتحديد قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، تم تحديد الاماكن الخاصه بالجهاز الفني وباللاعبين وايضا ببعثه النادي الاهلي اللي هتحضر هذه المباراه، نفس الكلام بالنسبه لفريق بايرن ميونخ. خليني كمان اكلمك على ما بعد الاجتماع الفني ووصول اعضاء الجهاز الفني بالكامل ومعاهم كمان محمد الشناوي لاستاد احمد بن علي وهو الملعب اللي هتستضيف في هذه المباراه، واعتقد الصور عندك يا كريم دلوقتي او اللقطات حاجه اكثر من رائعه، ملعب ممتاز جدا جدا من افضل الملاعب بالمناسبه هنا في المونديال، ملعب يعني حديث تم انشاؤه تقريبا من 6 أو 8 شهور بالظبط، واتلعب عليه ماتشين بس لحد دلوقتي، هيتلعب عليه النهارده ماتش كمان ما بين السد واولسن هونداي على المركز الخامس والسادس، وهيبقى عليه كمان مباراه الغد ما بين الاهلي والبايرن. انطباعات كانت اكثر من رائعه على الملعب بخصوص مستر بيتسو موسيماني اللي كان كمان عنده مؤتمر صحفي هو ومحمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي، وكان ليهم تصريحات في الحقيقه مميزه ومدى حجم البايرن ومدى حجم النادي الاهلي كمان، لان دي نقطه لازم نركز عليها في الحقيقه، النادي الاهلي نادي كبير وعريق بكل تاكيد وتاريخه يعني حافل بالالقاب والانجازات والمباريات الرائعه في كل الاحوال. انطباعات مستر موسيماني على الملعب كانت مميزه جدا، لكن خليني اقول لك ان يعني واحنا خلاص بنمشي من الملعب كان بيحضر او كان بيوصل هانز فليك المدير الفني طبعا للبايرن، والتقط بعض الصور مع مستر بيتسو موسيماني وكان في حديث كده ودي ما بينهم، يعني كل واحد فيهم تمنى التوفيق للاخر، ان شاء الله التوفيق يكون لمستر بيتسو موسيماني والنادي الاهلي في هذه المباراه. كمان كان متواجد معاه كيميتش احد ابرز نجوم فريق البايرن واللي كان ايضا عنده مؤتمر صحفي، وكان في بعض اعضاء الجهاز الفني من فريق بايرن ميونخ. اجواء كانت مميزه والامور كانت جيده في الحقيقه. النهارده ايه اللي هيحصل على ما تبقى من هذا اليوم او على مدار اليوم؟ هيكون طبعا في بخلاف وجبات اللاعبين والمواعيد والبرامج الطبيعيه بالنسبه للفريق، هيكون في محاضره مهمه قوي مستر بيتسو موسيماني قبل المران، المران بالتحديد هيكون في تمام الساعه 9 مساء بتوقيت المونديال وهو نفس ميعاد المباراه غدا باذن الله، فبالتالي المحاضره هتكون الساعه 8 بالظبط لمستر بيتسو موسيماني، هتخلص المحاضره يتحرك الفريق مباشره لملاعب التدريبات، الاهلي مش هيتمرن على استاد احمد بن علي، لا
الاهلي هيتمرن على ملعبه الطبيعيه جدا ويخلص كل تدريبه النهارده، وهيكون في بعض النقاط المهمه جدا اللي اكيد هيتكلم عنها مستر بيتسو موسيماني. المران بقى هيشمل فقرات اكيد مهمه، لكن مش هيكون مران بدني اطلاقا او خلاص، يعني كل اللاعبين في حاله بدنيه جيده. مران هيكون في بعض التعليمات، بعض التجارب التكتيكيه من مستر بيتسو موسيماني، ده اللي هنتابعه وهنشوفه على مدار اليوم. خليني بقى اكد لك برضو يا كريم ان الاجراءات الاحترازيه متواصله بشكل قوي جدا جدا، ويعني ما فيش هزار في الجزئيه دي. احنا داخل فقاعه طبيه طبعا هنا في المونديال، بنتحرك بشكل محدد كبعثه بالكامل مع فريق في موكب محدد للكل، فبالتالي من ضمن يعني الامور الهامه اللي لفتت نظرنا واللي بتحصل في هذه اللحظات وهتشوف لقطات ليها بعد شويه، يعني مثلا الاهلي ليه اتوبيسين هنا يعني خاصين بالجهاز الفني واللاعبين، ما ينفعش الاتوبيسات بتاعت النادي الاهلي تخرج بره عشان مثلا تزود وقود، لا الوقود هو اللي بيجي للاتوبيسات هنا، عربيه الوقود في الحقيقه هي اللي جت ودخلت عند اتوبيسات النادي الاهلي عشان تمول اتوبيسات النادي الاهلي او تزودها بالوقود، وده يعني امر مهم جدا جدا كان لازم يعني اركز عليه، لان عايز ااكد على مدى الاجراءات الاحترازيه والطبيه المشدده داخل فقاعه بعثه النادي الاهلي. امور في الحقيقه كلها منظمه وامور جيده، ويعني ده ابرز حاجه حصلت دلوقتي وانا بتكلم معاك يعني على الهوا كده يا كريم، لكن في كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الغد، وان شاء الله باذن الله الاهلي يسعد جماهيره باذن الله تعالى.